ومنكفي مع الشيف عبد الله اكيد برشه ملح. وصلنا لختام عالمنا الصباحي اخر ربع ساعه، شو صار معنا لهلا؟ بس رولا في عندك شويه شوكولا كان هون مبينين اذا بتنصحيهم. اوكي مشان بس دقيقه يعني لا اكثر ولا اقل. طيب شو صرنا عاملين لهلا؟ اليوم نحن عملنا القطر، حكينا عن فرك الكنافه، حكينا عن التبصيم يعني كيف الشاف بصم الكنافه وكيف عملها، وهلا عم بدوب الجبنه على النار مثل ما شايفين قدامكم بهيدي الطريقه لنقدر نعمل الكنافه. نرجع بذكر اللي هلا صار معنا، نحن اليوم ضيوفنا من حلويات القارود، حلويات القارود كانوا موجودين من سنة 1933 بالمعرض، يعني وصل بيروت القديم، هلا هن موجودين بالزيدانية، ما هيك؟ صحيح. اوكي، معنا السيد وسام القارود، حيحكينا شوي عن تاريخ حلويات القارود، وهو من إذا بدنا نقول من أي جيل بحلويات القارود، وكيف عم تكملوا بعدكم مستمرين من وقتها، وكيف بلشتوا لهلا؟ تفضل. هلا هي 1933 هي يعني تاريخ الحلو على شكل الأساسي. أوكي. بس نحن بالكنافة قبل يعني من هيك، بس ما محصور التاريخ. ما محصور التاريخ. يعني يمكن أبولا جدي يعني كان يشتغل بنفس المصلحة، بس حاليا يعني في غير الكنافة في البقلاوة اكيد والمعمول المد والصفوف وهول القصص. يعني انتم بتعملوا مش بس كنافه، بتعملوا كل الحلويات العربيه. بس هي نحن يعني مشهورين بالكنافه. مشهورين بالكنافه. ومعروفين فيها يعني من ابا عن جد. نحن كنا بنقول انه بنقول حسب انتم التاريخ اللي عندكم من 1933 موجودين. صحيح. بالاسواق. صحيح. اي سنه انتقلتوا على الزيدانية وليش انتقلتوا؟ هلا على الزيدانية بسبب الحرب تسكرت الاسواق. عم نحكي الحرب الاولانية يعني اول شيء. يعني ان شاء الله ان شاء الله ما بيكون في غيرها يعني انه بهالشكل. ايه بال 75 يعني وقتها تسكر ما بعرف يعني اكزاكتلي اي بس تقريبا تسكرت الاسواق بقى فتحوا بالزيدانية يعني قبل دار الفتوى. ولهلا يعني هذا المحل حيصير عمره شيء 40 سنه، واكيد المحل اللي قبل كمان عمره يعني الخبريه بلشت من مش من عند جدك، من جد جدك. ايه جد جدي ابو لجدي يعني ابو لجدك يعني متوارثه هي متوارثة. عن جد. طيب انا اللي بدي اسالك، انا بعرف انه انت ما بتشتغل بالحلو عاده، أنا بس هلا عم تساعد بالماركتينج وعم تساعد ترجعوا تحيوا العالم لانه هذا الجيل الجديد عم يفتش على الاشياء. فينا نقطشك شوي؟ اكيد فيك تقطشني. قادر تقطشني ولا تقطعني ولا اللي بدك اياه؟ بدك اياه. يلا شو بدنا نعمل؟ كيف ما بتريد شو؟ اوكي بنشوف. بس بدي فرجي انه كيف فينا ناخذ كلوز شوي؟ أوكي. الجبن كيف بلش يسوح. اوكي لحتى تعرف ست البيت كيف انه الجنافه من تحت قربت تخلص وبنشوف طرفها من هون عن الطرف معناتها بلشت تخلص. اوكي عاد شفتوا هاي المعلومه، الجبنه بلشت تسوح، بلش يبين عنا اللون البني او اللون عن داير الصدر. عن داير الصدر. طيب لنرجع لك يعني انا بعرف انه انت ما بتشتغل بهيدا الدومين. صحيح. بس يعني بطبيعه الحال لانه اشياء هيدا شغل فاميلي بزنس عم تتوارثوه، انت بتفكر لقدام بعد عمر طويل كمان ابنك تدخله بهذا الدومين وتضلكم مستمرين بهذا يعني الحلو. ان شاء الله هي يعني يعني هي لانه فيها اسرار يعني وفيها اسم اكيد. هلا انت كشخص كوسام قارود بتحس حالك صرت تعرف كل اسرار المصلحه مثل الوالد ولا بعد بدك شويه وقت؟ لا هي مش انه هي مش يعني السر هو بالجوده وبال بالبرودوي يعني نمبر 1 اللي عم بالمحافظه على على الستاندر اللي عم عليه. مثلا هيدي الجبنه شغله تشيكيا في واحد يستعمل غير بلد، بس انه هن لانه معروفين انه بالجوده تبع هالجبنه نستعملها يعني. بس انه فيك تستعمل بالكنافه غير نوع، بس يمكن ما يطلع معك نفس الشيء نفس النتيجه نفس المنتوج. عرفت كيف؟ والكنافه هي لانه نحن بنصنعها من الالاف للياء. ايوه لانه بنصنعها الكنافه من الالاف للياء يمكن هي فيها هال الطعم المميز. وبدي اسالك كتاريخ قطعك مره ثانيه شيف تفضل قطعك او لا اللي بدك اياه. هلا هي هون بلشنا بعمليه التحولم. هلا تحولم الجبنه اوكي عم نلفه على بعض بهالطريقه. اوكي حتى تصير يعني روح وحده وتبطل مفرفطه. اها
نحن اكيد في من بعد ما قطعنا الجبنه اللي هي وحليناها فيها ست البيت هي تفرفتها بايدها يعني أوكي. حتى تصير يعني شبيهه يعني بال كيف يعني بيعملوا المنقوشه يعني أه. كيف أه. هلا هيك الجبنه هلا المي انا السؤال المي اللي طلعت من الجبنه تشربها الفرك اللي عندنا ما هيك؟ هلا هي المي طلعت بس انه ست البيت لازم تجرب قد ما فيها تخفف المي اوكي يعني ما كثير هي لتوصل لهال رولا شايفه شو عم بيصير عندنا هون؟ انا ضعت ضعتي ايه؟ شفتي كيف صارت الكنافه مثل البات مثل العجين قدر يمدها الجبنه عندنا طيب سؤالي لك نحن الكنافه انتم كتاريخ لانه بالكنافه الكنافه في إلا وقت معين تتاكل بس ولا انه نحن الصبح فينا ناكل بعد الظهر فينا ناكل وهذا اول سؤال، ثاني سؤال فينا نحن انتم بحلويات القروض منوصي على صدورها قبل بوقت ولا دائما متواجده الكنافه عندكم 24/24 ولا هلا هي الكنافه اللبنانيه يعني بيحبوها على بكره اوكي بس حتى انا بعرف مثلا بالاردن بتقول لهم كنافه على بكره بيقولوا لك لا انه بيستغربوا بس انه يعني في ناس بيحبوا يتعشوا كنافه يعني ومش غلط مش غلط يعني وبالنسبه لسؤالك انه توصيات ايه في واحد يوصي كرمال اذا عنده عزيمه ولا شيء قد ما بده كيلو ونص 2 كيلو 3 كيلو اوكي والسؤال اللي بعد لك انتم على السوشيال ميديا هلا بتعرف نحن هذا الجيل الجديد قبل ما كانوا العالم يقولوا على السوشيال ميديا حتى ارمات المحلات كان كلها مثلا ما كانوا يحطوا 01 كانوا يحطوا رقم التليفون ايه انتم اذا حدا بده يتبع او يتواصل معكم او يشوف كيف فينا نحصل على حلويات من عندكم عندكم شيء على السوشيال ميديا اي اكونت في عندنا اكونت على الانستغرام اللي هو الكاروت اي ال كي اي ار او يو تي اندرسكور سويت اوكي بيعملوا لك فولو في ارقام بيعملوا لك فولو في انستغرام فيك تدوق على الانستغرام لا يا نور ما فيك تدوق على الانستغرام فيك تشم على الانستغرام طيب لكن الكنافه تقريبا صارت جاهزه حتى اكسب وقت انا كمان نحن امبارح اللي كان معنا امبارح شو عملنا امبارح؟ عملنا البقلاوه بعجينه البقلاوه بالبسطرمه وبالجبنه وبالبيض. بهالطريقه شفتوا كيف انه امبارح خبزناها ثلاث ارباع خبزه ورجعنا حطيناها بالبراد واليوم كملنا عليها لنقدر نقدمها كمان بس بوجود الكنافه وخاصه اذا كنافه القاروط مين حياكل من البقلاوه اللي نحن عاملينها امبارح بس حتى مصداقيه وحتى تضل عنا انه الخبريه عملناها امبارح وقلت لكم اليوم برجع بخبزها مع انه كنت خابز وحده امبارح كمان حبيت اقدمها هيك حتى اللي شافنا امبارح كمان يقدر يشوفنا اليوم كيف عم نقدم عنا لكن الوصفات برجع بقول اكيد بيبرموا على الشاشه واللي ما بيلحق يحضر الوصفات ان كان تعول اليوم او كل تعول امبارح او حيالله وصفه من وصفات رشه ملح عالم الصباح في يشوف على اليوتيوب عالم الصباح فيوتشر تي في وحتى في يسالنا على الفيسبوك بيج كمان شاف عبد الله خضر كمان اي وصفه انا مستعد ساعدكم وزاد عندكم اكونت اليوم على وصفه اليوم الكاروت فينا نرجع نذكر فيه الكاروت اندرسكور سويت اوكي على انستغرام فيكم تعملوا فولو وتشوفوا كمان كل هالخبريه طيب. فينا نعمل بس اخر مرحله نحن شايفنا بالكنافه اخر مرحله بالكنافه ايه تفضلي تعبتوني ايه تعبت كثير عن جد بصمت. عن جد تعبت كثير لا بدنا نعجل لانه ايه يلا هلا بناكلها سوا يعني عم بسمع صفير بطني انت ما قلك انت شو بتقول؟ اكيد انت اول واحد ميرسي طيب لكن حارجع اذكر على السريع هو والشاف مازن عم يقلب شو عملنا؟ عملنا القطر من الصبح حطينا كبيتين سكر مع كبايه مي مع براس الملعقه شوي من الشبه ورجعنا اخر شيء من المزاهر يا لطيف ماشي الحال؟ حال فرق الكنافه كل كيلو فرق بسم الله دق على الخشب كيف؟ جميل يعني هذا بس بدنا ننوه انه بهالدول العيون انه يعني نحن هلا فينا نريح ست البيت ونقول لها كمان انه فيكي انت بشوية مجهود انك تقدري تبرمي تقدمي كمان هي السر يعني انه تضلي عم تبرمي ما توقف اوكي
وفيها تشتريها جاهزه من عنا كمان. اكيد اكيد احنا معقول نحن بنتصور انا هيك حاعمل يعني بالضبط. غير انه كمان على الغاز هون رائعه رائعه كمان كثير. بس بتعرف امرار انا بعرف من حالي يعني اذا بتشارك العائله وخاصه اذا عندك صحيح بطريقه صحيح. شيء تعمله بالبيت بتحس بطعمته غير. ما عم نقول لك نحن عم نشتري حنشتري يا خيي من عندك الجبنه وحنشتري من عندك بتبيع قطر كل شيء بتعال وحنشتري فرك الكنافه بس فينا نحن نعمل الكنافه. لا هي لا 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 يعني في ناس بيحبوا الطبخ وال يعني المطبخ بقى ايه لا عم نمزح مثل رولا يعني بتعرف كثير ايه بتحب الطبخ. انا كثير بحب الاكل وادعم ايه؟ اني اكل اشتري ديركت ايه؟ هيك غير هيك ما راح يمشي الحال اسرع. طيب نحن اللي حنعمله هلا بدنا نبلش تقطيع. بشو بدك تقطيع؟ شو جاهز خلص؟ انا قطعت لهم معدتهم. لا يا اخي لا لا لا. بس بتعرفي اليوم السيد وسام قال لي نحن ما حنجيب كعك. لا ما رح نجيب. لا ما في مشكله لانه شفت كيف انا شربت اقول انه في مشكله. لا ابدا. ليش ما حنجيب كعك؟ حنركز انه ناكل الكنافه. صح أوكي؟ انا معك منيح هيك لهلا معك. اوكي طيب. لكن الشيف مازن برجع بذكر كان معنا من حلويات القارود، كان معنا السيد وسام القارود، حلويات القارود من 1933 وقت اللي خلقت انا وقت اللي خلقت. لا بس عمس والله شفتوا كيف بالفعل مازن ما كان بده يحط حتى ميكرو، ما كان بده يحكي بس شوي شوي اخذ على الجو. اوكي وان شاء الله بنستضيفك مره ثانيه كمان بنعمل شيء حلويات ثانيه ان شاء الله. يا ريت ايه خلص بطلع انا برا هو بكمل. طيب ماشي. بس هو عن جد عمره تاريخ يعني اذا عم تحكي من هالسنه شوي وسام. نحن كنا عم نقول انه بلشتوا اول شيء بالقطايف ما هيك؟ هي القطايف والكنافه والكنافه يعني هي المصبوبه يعني هاي كمان كانت بتنباع يعني لحالها يعني بس هي يعني المحلات ما كانوا هيك عندهم كل الاصناف يعني هلا حاليا هي الكنافه البيروتيه اساسها جبنه يعني حاليا بتلاقي يعني عشطة وعلى كل شيء بس نحن ما بنساوي بالمحل بالعشطة الا توصي قلت لي كلمه كثير هيك صار فيها جدال من وقت ما حطيت البوست على الفيسبوك انه حنعمل الكنافه البيروتيه ايه. يعني نحن مزبوط بالتاريخ في كنافه بيروتيه مثل ما في كنافه طرابلسيه صحيح مثل ما في كنافه صيداويه ما هيك تفضلوا. هي بتختلف بال يعني كيف بيحضروا طريقه كيف الطحين وكيف بيحضروا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هي صنعه الاسكتش لا اللي بده بيجي لهون بنكبر القطعه اكثر يعني بنكبر القطعه عاده اكثر بس هيدي الدواء هيدي خليني اجيب لك تفضل شوكي ملعقه شوكي ايه ملعقه مع القطر تاخذهم كلهم ثانكس كثير صغير كثير يعني اكيد يعني. القطر لازم ندوق حتى يعني قبل ما تخلص الحلقه مضطرين ندوق عم بيقولوا لي ذوقنا عم بيقولوا لي قال خذ الصحن هيدا والصينيه كلها على الكنترول ما انا معهم رايحه على الكنترول اكيد الناس مين فكرك حيفضل الصينيه على الكنترول غير القطر حسب ذوق كل واحد يعني بحب يغرق بالقطر بحب القطر خفيف يعني هذه طيب انا سؤالي نحن بالمحل لما تعمل هذا الصدر انت بتسقيه بالقطر ولا بس بالساندويتش بتسقيه بالقطر حسب كمان أوكي. حسب واحد شو بده يعني قد ايه بتعطينا من 10 يعني اذا حابب تسقيه لست البيت بالقطر ايه مش غلط يعني هذا كمان بياثر على نحكي بعدين لكن نحن فعليا لا قدرنا نعمل هيدي الصينيه اذا بنحسب اول خمس دقائق ثاني خمس دقائق واخر شيء مع الوقت اللي قطعناه كله بالحديث نحن بنص ساعه قادرين نعمل كنافه بالبيت نص ساعه يعني ويعني بزياده نص ساعه وبزياده نص ساعة. نص ساعه اذا عندنا كل شيء مجهز ايه ونحن هيدا يعني هيدي الكميه يعني قربت 2 كيلو يعني ست البيت يعني حتعملها اقل اكيد يعني واكيد بياثر انه بتخلص اسرع اوكي صدقوني انا مصدقك في قلوب ضعفت في قلوب ضعفت وانا يعني برايي عن جد لازم نختمها للحلقه اوكي نختمها صح اوكي كيف شباب يعني صح يعني هيك حرام شباب يعطيكم العافيه يعطيكم الف عافيه عن جد كيف رائعه قد ما طيبه صحتين حبيتها كثير مشان هيك بدي اختم بسرعه لحتى اقدر ارتاح واخذ راحتي اكثر فيعطيكم الف عافيه فاذا كنافه قارود لكن اللي حابين اكيد
هي كنافة خليل القارود خليل القارود واولاده. اعطيني اولاده هو. طيب يعطيكم العافيه، لكن بشوفكم اكيد نحن عن قريب، وشافي يعطيك العافيه. ثانك يو لك رؤيا. بكره على ضغط، بكره عالم صباح جديد، احضرونا. باي. يلا باي. Yeah.